موظف حكومي. فني إداري يعني. موظف وزارة البلدية. في كلية عفيف. مندوب مبيعات. مشغل مصنع. شغال بايع في الريتسي. شغال في قسم المحاسبة. معلم رياضيات. أنا عندي الوظائف الحكومية. الوظائف الحكومية أول انتظام مضمونة يعني لك ولعيالك بكرة تقاعد. أما الشركات لا. الأمان الوظيفي أكثر في الخاص لأن الحكومي ظل نفس ما هو والخاص يرتفع أكثر. القطاع الحكومي أمن من القطاع الخاص مهما كان. هذا الحكومة يعني توفر فرص وظيفية أكثر في إمكانية يعني نقل إلى أي جهة أخرى. أما بالنسبة للخاص في الشركات يعني خلاص تخسر الشركة خلاص أنت عملك. الوظائف اللي يبحث عنها الشباب السعودي البطالة أكثر. شيء طبيعي. القطاع الحكومي ما بيستوعب جميع الخريجين الجامعات والثانويات القطاع الحكومي بيستقبل جزء يمكن تقريبا الى 50 إلى 60%، لكن القطاع الخاص هو مسؤوليته انه يستقبل البقيه. الامان الوظيفي فيه يعني اشتغلنا في محلات وشفنا الشباب السعودي كيف يشتغل، يقول ما في امان وظيفي، هو اللي ما يجي يتوظف، هو اللي يجي يداوم يوم يومين شهر يطلع جوال جديد السلام عليكم يلا وظيفة ثانية أنا عاطل. والقطاع الخاص على حسب شغلك، يعني قطاع خاص تجي ما تشتغل بس جالس كذا تبغى الراتب، ما في أمان. ما في أمان، يعني الواحد قاعد ما عنده لا بيت ولا حاجة وعلى كذا عنده ديون. الأمان الوظيفي تقريبا ما القطاع الخاص ما لك أمان، يعني تجديد عقود تقريبا 3 سنوات 4 سنوات ما تصير رسمي، يعني لما تصير رسمي حتى ممكن تكون مهدد بعد يعني في الأمان الوظيفي، يعني لا تقدر لا تبني أسرة ولا تبني بيت ولا تبني أي شيء لك. طيب إحنا مهددين يعني ما في أمان. والأغلبية يعني الشباب اللي نعرفهم في شركات رواتبها لا تتجاوز 3000 4000، يعني كيف تبغى هذا يفتح بيت، كيف تبغاه يتزوج، كيف تبغاه يختفى، ما تستطيع إنك رواتبهم قليلة. يعني عندك واسطة تكون عندك أمان، ما في واسطة حقك رايح، يعني ما عندك تسوي أي شيء اللي قاعد تحلم فيه ما تقدر تسويه، يعني لا تقدر تتزوج ولا تقدر تفتح بيت ولا تقدر تطلع لك سيارة، يعني يلا تصرف على نفسك.